مراتك وولادك ملهمش حد غيرك. اسمع يا مأمون، كل الديون دي انت سبب فيها وانت اللي هتدفعها والبيت مش هيتباع. طب ممكن اعرف بس يعني عليكوا قد ايه عشان اعمل حسبتي؟ انا واخد 3. 3 ايه؟ 3 مليون. 3 مليون. وانت يا زينب جوزك واخد كام؟ 2. 2 ايه؟ مليون. 2 مليون. وانت يا حميده؟ 500 مليون. 500,000 دولار. 500,000 دولار. في 7.84 يبقوا 3,920,000. وانت قلت لي كام يا زكريا؟ 300,000 يورو يا فندم. في 9 جنيه و14 قرش يبقوا 2,776,000. يعني انتوا عايزين مني دلوقتي 11,696,000. بسم الله ما شاء الله، ده ايه الذكاره الحديديه دي؟ ربنا يحفظك ويديك الصحه. والمبلغ ده اجيبه لكم منين؟ من اللي رصصهم على قلبك وحاططهم في خزنه البنك.